كتابكن أحلى إلى هذا العقيدة الطحاوية نسبة إلى مؤلفها، يعني وحوي يعني الصرع كلام طحاوي، وأنا مصر من الكتالة طحان للعلم مركي يدعى سالو سيري والله نسبي مؤلفك وحو كميل يا هاي علماء سلفك قرني صدحات مولاي يكملها نولشي في قرني صدحات بتقريبا ربع ميل أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي بن الأهلاء المركي سهرة وحو كتفقه هاي على مذهب الإمام الشافعي حيال وثو أرضي وها إيكي لورين تري مزني إسماعيل بن يحيى المزني وأطيئها يعني مزني ولا شيء بعد شيء مزني نفس وشافعي أرضي جزيوي جدال دبنا مذهب أبو حنيفة يوكو قنعي حي لي وحل لي وثو أرضي تري الشيخ مزني ومرر فربضان انتين مسائل فقهية في مادان يعني قلنا قلنا يا مراجع ذا يا كتبت أصوشها معنا رحوي أبو حنيف مركز روح باري أدو مقارنة وقالي كده من روح فقر عن المذهب أبو حنيفة لكن روحها من المجتهد أيها مقلد ماهي يعني مسائل فربضان وحقوق خلافي أبو حنيفة وإمامك مركز أصوشي في مذهب كيسا ومعنا رحوي رويتنا كتاب كان مركا شراح فرب رمبوليه كتاب كان سجع لسي علماء دولا قاد ديرونتي وحويان اي كتاب كان يكتب طلمي دا اقود دايران علماء سلفكو اما الشرح اهان اما كشاقين فيسا قاد اقود دايران شراح كتاب كان وليه هين وحاقوفي عن شرح انكاتا يعني ابن ابي العز محمد ابن علاء الدين سونا علماء دي قرني جيس الدياب ابن كثيريو اي اتكو قرني اهين مركا شرح على اوفي عن وحينا اهين وقت ساد قرنيسان أهل البدع وآل أبنائهم أيه أي شوكة أي السلطة الدولة أي أنت بدل أي أبنائهم مركا يعني دوت بدل بقى حكيت هاي أنت هاي كتاب كنا شرح العقيدة الطحاوية يا إتكلم معايا الكتاب بروح عليه لي أنا معكوم ولا معكوم يعني واحد مؤلف هو ألفي كدي بلا ما يعني فيه مكتري مش في الله سبحانه بقولين نور قرن ولا حري تقريبا المهم صراحة أتابع فيه عن كتابكم مركب وفق أهل الدورة إن شاء الله تعالى موضوع أصل الدين دين تأصل كذا والتوحيد كذا أي داوين دورة يعني مسائش أصول كذا يأصص كذا أي دين الإسلام كوكو إستاكتي بل أديان تودن أديان تودن كما رد حياة أي كتاب أهل الدورة إستاكا إيا كتاب سلم إشكا أنا علماء السلف وحي ألفين وبالعبنين ألفان مركب إصلاح حين فرق لأن النبي صلى الله وسلم عليه كتاب القرآن كان يسمى النبي قبا أسوشا ويعدين موجودة يعني واحد واحد وعدين في أربع هنين هواية لكن واحد إشكال أسوه كثيرين واحد أربع هنين أمد أربع هنين هاي معتقد كذا هالنقطة عمل كذا هالنقطة واحد بعد ولا وعدين صحابنا رضوان الله عليهم سلاسة يجونا هاين تابعين في يجونا سلاسة هاين عامل عالم الإسلامي مركا وكيف تحاط في ربنا يدعانه ومدف ربنا الله فرطيه ثقافوين فربضان إيه سيارات فربضان بمركة إسلام كتور حجرة داد بضان أو إسلام كتور أبو سنكاهين وشيغة شؤون دون إيهني كون حق بضان إسلام كتور وسك الدنيا إيه سيرير كيس هوس يعني يوم مع إسلام كتور قبان يستيبان دون إيهني إسلام كتور وطوغل هل كان سنبركة وحب الله وطوع عقيدة دي الصافقة هيدي نبو كتك صلى الله وسلم عليه صحابات نحلسين صحابات رتابعين تاك نحلسين إن مركة سي وحيانا فربضان إيه كفرمان فرقة مركة عبداللوضي علماء دي سلف كمركة وحيوسو تاقين إنه كهر تاقان يعني مبادئة باطل كأفكار تاك سوكر ربي إنه كهر تاقان وحي بالله من مركة إنه ألفان كتب عنها عبين إيسا أصوشي يعني وحوي أهل السنة والجماعة موصول السلف كالسحابة إيه التابعين جا أي مركة بالله من كتاب كان مركة كتب تاس أي كميل يا هاي كتب قادوا فربضان ونوع عاسة أي كميل الحمد لله رب العالمين ما هذا إلهي بقى اتكلم قال وحوري العلامة كعلم قبلنا حجة الإسلام إسلام كحجة دي سنها يعني إسلام كمركم من قبل منزلة الروح كقال حجة الإسلام دا.
أبو جعفر أها الوراق، وراق وحا لو يقانا ننك قراغا، ننك قراغا وراق الإلهان الطحاوي، طحاوي الأورنشري طحاوي مثل الطحاوي الإلهان يعني لون سبي بمصر مصر هيك رحمه الله تعالى. وحا أوهيري مقول القول كواك هذا الكتواك، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا مثكني ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة عقيدة ذوي عبين ذوي شيجتان كريم. يعني واحد من يسأله دجال إنهم كشري نبلاه هاي أهل السنة والجماعة عقيدة ذوي أيان عبين نوان. فأنت على مذهب فقهاء البلة دين تفقه هذا مذهب كذا دش رأهات. يعني واحد نقول عبين إن فقهاء يعني دين الإسلام كا علماء سوى وينيت مذهب كودي أيام معنا واحد كدر صعور إلى وقوع عبينا إلى مليمان أي مذهب بركة في عبينا على مذهب فقهاء الملة دين تفقه هذا مذهب كودي دشي أبي حنيفة ها أي مرضى النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف أها يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله أها المضبع محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. يعني استدعى إمام أئمة كلتين لم يتكاها مذهب كودي وفق هذه الإسلام كان مذهب كودي أيان عبينه لا بوري أصوش الدين ده معنى وحوي كقبل مركا أبو حنيفة كلية قولكم أها أبو حنيفة كلية قولكم أها يا شاب طاينا البطنية كفي لستان مجال ما شوين لقاسة فنكرين مركا أبو حنيفة وانت أقوله يا هاي صدح الغشي وحوي وإمام أبو حنيفة يقول لبدي في أرضيوي الدين إلى هذا أبو حنيفة وصاحبه لماذا النبى الوجد أبو يوسف يا أبو الحسن الشيباني. أبو الحسن الشيباني وحا أشيخها إمام الشافعي، إمام الشافعي أي شيخها أبو الحسن الشيباني مركا صاحب أبو حنيفة صاحب أبي حنيفة دان مغشى الله وضعني بأنه نكيه مذهب كان مركا عقدك شيخ عبينيو فقولي ما هستدح من إمام وحا ويو كار وحصي مذهب كيسا فيكي غابة وصلها يعني حنفي أهام تاسو يقار وحصي لكن مذهب كان يؤسوش له كتاب فقري دوره كلي قد ماهي أئمة أربعة يغير كودة إذا في إمام مالك الشافعي أحمد ثوري يعني نحو الليث الأوزاعي يعني أئمة اللي يقاني علماء السلف كل جهود وأسواق الدنيا مذهب كان وهو رقبان لكن إذا سيجار هذا وحو كون أول شيء مذهب كي سمعنا في قيابة وصوها يعني وحويان حرفي هذا صار ورقب شيء وما يعتقدون من أصول الدين وذكر بيان ما يعتقدون رقص بعصته وحويان فني أهل السنة والجماعة عقيدة ذي أول عديو يوفق هذه الدين تتواتا أيضا مذهب كوري وما يعتقدون وحي اعتقادين أن من أصول الدين دين أصول شراء أصول شديدة وهو يدينون أي كدين لغنية به سيقى رب العالمين عالمية رب يدين لغنية وحي الله يدين لغنية دين ترى أصل كأوهي تاس أيان عدين الأبولي بركة أهل السنة والجماعة اسمناحة إسايا وحي اللو نسيلا ألك المركة لكتوب يكتبت سلفك وحي اللو نسيلا يعني بدكي مريكتكي نبي صلى الله عليه وسلم عليه يستاذعين يحاول يستاذعين أهل السنة والجماعة أكوة سالينا لو أنا كلمة واحد كلمة دين حديث الإفتراء ألقى سلاغة على نبي صلى الله عليه وسلم عليه بركض ومضوا وكلا بيحد وصاء وفرق بره ما كسر بيحد وصاء هل فرق أم أنا كبت بارد وصاء وحاول نبي كل شوالي مركي لو يجي مروح يولي هي الجماعة ألقى سلاغة سوقها يعني وحوي وأمدى ما ملك أيلينا هاي مسلمين في أيليهن كبن بيا وأنكوب دحين ولده قال لمن جماعة معنا ولا لا معنا كلنا ولا هي الجماعة ألك أول قصة قاتل لفظ الجماعة سنة نوح على قصة قاتل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الشيء والبوط من كور مريان أيضا وحال قصة قاتل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه هي ما أنا عليه
وأصحابي أني أصحابتي ذو حن كسوغا نهي ضائفة إيا كوحة كسوغا أيا معناها ضائفة كوحها سهلاك سمي ذو ركبت باي دونتا مركا السنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه قلبها يستوي أهل السنة والجماعة مركا اصطلح هذا كوحة كسوغتا يعني أي قرين علماء السلف متأخرين تها النقضين أو متقدمين تها النقضين أهل السنة والجماعة وحي أولي الشيدان بمعنى السلف ذا لونك ما كان قد سنوات سميدوي لكن كتبت فرقة حتى أشعري أشاعر حتى كتبت يقرأها النقض هذا أهل السنة والجماعة أتوارته وحي كتر أشاعر إيا ما تريدين بل إنت بضان أجيك وادي شنان إنت بضان مصطلح أيها الوادي شنان مرك إلى كبرى رسول كتابك الأخرية يزو هذا لن أشعري يقرأي أما ما تريد يا أخري أهل السنة والجماعة وكل هذا مقصد قولت إذا وحوي أشاعر إيا ما تريد يدي إنت كأجلو قولت إذا ما مركة مهمة مركة أهل السنة والجماعة هذا ولا أريد سنكرا وسلف يدو اللي رسي يدو سلف لو على كهكرا ولا غضابة أحد وملح نقول وحا لنا يا بريسي توحد الله إلهي كلي يريدي سوحا لنا معتقدين حالا ما يكون اعتقاسا لتوفيق الله الله وفتنتي يعني إلهي وافتنتي أنه قطعها أيان الله كلي يريدي سا وحا نولانا أنه ولد اعتقاسا وهذا الكلي يسميها يعني هو اعتقاسا له نقول وحا لنا في توحيد الله الله كلي يريدي سا وحا نولانا معتقدين حالا ما يكون اعتقاسا لتوفيق الله الله وفتنتي سنة قطعها وحا نولانا إن الله واحد لا شريك له هذا مرت الكتب كتابك مقصد تيسو قد قلي وصوشي إنه عدي علمي أنا مركز علم الأصول كلي لهذا أنا علم التوحيد كلي لهذا وأشرف العلوم علوم تأسيع وشرف بدن وحا شرفتي سرعي كإيماني سا علم ووش وقاتا كلبا موضوع أداوينه يميش أكتشهده أي شرف أوليه بقاتا سيدا درادت ما دام الله سبحانه وتعالى علم كذا سؤكه الليه وحويان وأشرف العلوم نفس ابن آدم كان الشيء أقباه بضنته مكتب يعني وحوي نفس ما درسه ما ندكته ما نحسشه إلا إله سبحانه وتعالى عبرته كحرم مركب عمتدى يا عبتانك شرك أقباه هاي وحي أقباه بضنيها ابن آدم كو إنه إله عبرته سبحانه وتعالى مركب وحي خصوصيسة أهمية أولي هاي وتوحيدك يسوف دينته إلى الأمان شيخ مركب وتكبر الله إن الله على واحد كالجيول لا شريك له وكالج كوية هاي يعني ذات ديتا يسل ما مهي في الصفات كأولي هاي إيه أفعاشي سا الله سبحانه وتعالى وحياله أوسميه إنت مد والباق قوني كوية هاي لا شريك له وحنا وداقنا مت يعني واحد ويان يعني ذات ذا ربي كلمامه سا اي افعاشي انت بقوني بقول لي هاي الا ولا كان ما اجل زمان ليش اسمرك وحو كهليا وكلمتها كتابنيا توحيد كليلادو توحيد الالوهية توحيد كليلادو توحيد الالوهية لان توحيد صفات حقوق بوقع السماء توحيد الالوهية هي الربوبية هي الاسماء والصفات ما الدليل انه توحيد صفات بوقع السماء واحد دليله على الاستقراء والتتبع نصوصي مركي للرعراعي أول الضبط ليس إيه أفعاشي أنت بتقولي بقول لي هاي إلا ولا كان ما أجل زمان ليش أسمرك وحوك هلا يا وكلمة كنت عبنا يا توحيد كليلادو توحيد الألوهية توحيد كليلادو توحيد الألوهية لأن توحيد صفات حقوق بوقع السماء توحيد الألوهية هي الربوبية هي الأسماء والصفات ما الدليل إنه توحيد صفات حقوق السماء واحد دليله على الاستقراء والتتبع نصوصي مركي للرعراعي أو للدبقة للرعراعي أو للأروريي أو يعني وحوي لقوا صبحي مركي الدليل كده وتتبع التتبع والاستقراء وحالنا مثلا وحالنا هذا نحول مركي للشوم يعني كلامك أما كلمة وحيوك يمكن تصدح في الزوح قول وفعل وحرف زوح ما الدليل وحوي على الاستقراء كلامك مركي للحق لي عرفته أيها السبح لا قيمة الله حفر ريال لواي سبح قيمة الله حفر ريال لواي معها مركا إن إله سبحانه وتعالى مركا إليه توحيد سبح قوات بوقع الزمان إن ده سبح إله لقاء الله يماه لكن واحد لقاء الله يا علمك الله سبحانه وتعالى كه الله يا علمك إستغى آية سبح قيمة الله حفر ريال لواي سبح قيمة الله حفر ريال لواي
كلمة المركة السوفيين ذا لنا تعيين هنا إلى صدق إله ويان يعني هو اللغوي حبيرت يعني واحد علاقة لما إله مرت موضوع على الله واحد مدى إني سن فهمين توحيدك الربوبية واحد إلهها وتوحيدك الله سبحانه وتعالى ذاتريك هي أفعاشي سكهلي الله ذاتريك عدل من المشكلة موضوع على توحيدك على الربوبية لنا أفعاش الله سبحانه وتعالى يكلية لدي توحيدك كهلي أنا إذا رح للهذا توحيد الربوبية لنا مثلا كلجيبة وحدنا كلجيبة وحنونية كلجيبة وحرزاقة كلجيبة معناه وحويان وحبورة كل إلى آخره وكذا في كلجيبة أدونه كتف الرقوع ومامولة عد اللمو وداسه وأفعال حق على كإيمان سبحانه وتعالى أفعاش إلهي مركة لقاها الغيو وحويان وحللا توحيد الربوبية لإله النفع والضر بمركة رجلي يعني يا وحنفعا يا توحيدا في كلجيبة توحيد الربوبية لإله توحيد كالنوع عاصو كليساء مركة خلقي إلهي كله إتواف وصلاح مجتمعات في أدونك صومري مدي دي مجر كل ما أصلوه قلعي حتى سرعون وقطنا في السنة وإلهي نمشي شيء توحيد الربوبية وأضلع ما حد دليل إله وأضلع وحد دليل إلهي كتابك لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بكل نبي الله مصر فرعون وإسيسي ليزاي إنه إلهي رب السماوات والأسوبكي وأكتعبه إلهنا سبحانه وتعالى وحوري وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ويؤغين ويقف سجن السيد طبعا يؤغين لكن أكسر الدين وإسيسيا سأصل رب الله سبحانه وتعالى مركا لما هي يعني مجتمع من سناء أدونك أوليها لما الرب أسكو أودع أودوا لسؤال اللي ترمتها كوكا أسكو سيء معمول كريا أسكو سيء التصرف كريا إني ليه المجتمع عن الجناء وأدونك صومر إما بكربة لما هي حتى قليها أورانيا إلهي سبحانه وتعالى قليها حاجر أورانيا سنوية لإلهه وأورانيا أدونك لما أصل بلي أصل الظلم يا نور يعني النورك يا مجدك يا أدونك أصل الله أصل أبو ريبا إليه حتى لما هو دماء من سنة إني سنين نورك إنه تحب بنيها أمزين نورك إنه تحب بنيها وكإله سنة هي أمزين نصارنا حتى صدح لإله سويسا ما يأمسين صدح إله إنه كتبريهم يوحي أمسينهم لولا إن كان يتقيني معنا وحوه كتبريهم الله سبحانه وتعالى مركة مجتمعات اللي قلناها مجتمعات اللي قلناها تعيد الله عصوك لها مركة ومجمع عليه بين الأمم كلها وشركين تعربين مولانا شركين تعربين هدي لها توحيد الربوبية وآمسينها مسلمين بقى يعني معنى يا ضباح توحيد الربوبية وآمسينها إيه أمسينين القرآن كسوي وجد مركي ليلى دور ملك يا ابو ري وصونا ابو ري وايدينك ايدين الزاقه ما هي ولا كريم الله طوال معناه انه انت انا مرك ما اسم جديدين توحيد كما عصى كلام مرك ما دام ومحل اجماع فطره ابن ادم كان كتب في عقلك الصريحه كتب هي يعني ادله الكون كما كتب في وح قرصونها ويرات معها افي الله شك بوي افي الله شك ما الله لا شك يا الله ما يشك غلبا وجد هل قاسي بتايم كما عصوا كنتا مركا ما دام الاسكوة بقصية هاي يعني ما اها مقصدتي اي اتشددي لوصو ديري انبياد اي كتب تلوصو ديكي اي امد بران محايا الهرام الوصي وقاكات وابا لا سيقر فناوة موجدة لكن توحيد كاللوصو انبياد اللوصو ديري كتبتنا اللوصو ديكي اي سواء وحوي وتوحيد الالوهية وقيت اللوادي توحيد الالوهية ووحاوي توحيد الاليونة وأضمد وحكا إيمانيا وهي أضمك إلهي سبحانه وتعالى أقولها يعني معناها لدوني أضمك إنه سمعين ربيك سبحانه وتعالى أسوى نعمل تكشكرين يا وهي للربي إنه سمعين إنه إلهي أقولي يلو يلو بريدي هالنقطة جورعي هالنقطة يعني كلمة ضلب في هالنقطة استغاثة دي هالنقطة استعانة دي هالنقطة وحل وحي دوني هالنقطة وحي أدون كف لي أضمك كف لي وإنه إلهي سبحانه وتعالى كل دوني متك خلص كأي كبر المشركين في قريشات يا أمديه كلاسو قال لنا أي كنا قلنا وامتك مو كده لكن كلام ولا اعتراف لنا صعب هذا القرآن كذا بركان أنت بدنا توحيد الربوبية وح الله شجع في عرض الاستدلال لتوحيد الألوهية يعني إن لوس دليش له أو جوجل بدل الله قد له توحيد الألوهية يعني وح الله أرنيا مثلا يا إذن أبو ري يا إذن دلاء يا إذن مولاي يا ملك أبوري يا إرك أبوري مركز أرنيا إلهي بأبوري مركز أوحى ولا مركز كده أإلههم مع الله مركز أإلههم مع الله وحالا دوري يا توحيد الألوهية
معناها ما دام مقدمه اي قرسين مقدمه اي قرسين با وحي لازم سنه او قسم اني كنت إن معناها وحي وكيك لنا اي اله يقول يرى سبحانه وتعالى اقول ويدي انت بدل توحيد الربوبيه قرانك كهله ساس الله كان توحيد الالوهيه ان لو فوق وما دام كان الرميسين كان الرمي لنا اساس كانت الله كان طيب استدح الوحي توحيد الاسماء والصفات بنينا توحيد الاسماء والصفات وحوي تلمامها إلى سبحانه وتعالى وليه تلمامها الرب وليه سبحانه وتعالى أما هنقطة تلمامها ذاتي سكوس عصن هو معناه وحوي فعل سكوس عصن تلمامها إلى وليه سبحانه وتعالى أي يدرى كوس عصن تهي معنى وحوي وحوي إله إسوس غي وهو إسوس شيء إن له داية لقد فرقلين مو تيدا واحد فرقلين أه إلا له كوس عصن أن التحريف من معنى هذه لقد بدلين أن إله سبحانه وتعالى خلقه سلوئة كيسينين أن كيفية ذي هي حقيقة استفادنا تلمانتنا أن لدبجلن أنت شرعك وفوق عصده إن لغوك عصده ماذا سنوحه ويتوحيدك قيسي ستحادي مركز صدح رقم الله قيليا قيسي أقوله إنسان وحويان وتوحيد الألوهيها ومعناها وحويان كتبت يرسوشا كل قد هدفك إيوتي ذي لها ماذا أي دعوان كل هنا ومقتضى إسوا فصيهين ومعناها مثل دعواني سأكب الله بالسريويان ماذا سمعناها أصل أه السنة والجماعة مدى بقدرها مثل هذا لمن هم متكلمين تليا هي فلاسفة هي الصوفية وحي مورين أما إلى الآن أي موريان توحيد الربوبية إنه يهي يعني وحويان مثل كلية إله سبحانه وتعالى أضمن وكدوري سنة درد بأرك إذا لا يبالو توحيد الألوهية أسورة ولا توحيد الأسماء والصفات يعني وحوي أسورة وحوي جماعة وحي يقضي أن توحيد سبحانه وتعالى مثل حين الآن مثل كاس الربوبية يعني وحنا توحيد الألوهية وحنا توحيد العوام بس عامل أبو توحيد يهب لها توحيد الربوبية أنا واحد هو توحيد الخاصة يعني واحد ذاتك خاص يعني يتوحيد أسماء وصفات كان واحد خاصة الخاص وزينا إلك إلا نفسي حلي بتوحيد فإحنا واحد يعني الرؤوس صديقي الرجل لي وهوينا وليها أم باب بدقلون مركا ورأي بالكلية منهج خلافه منهج في سلف رضوان الله عليه ولا شيء مثله مرك إله سبحانه وتعالى كله إلا ولا سنة ما أجلته كلمة مرك يعني وحوي إن الله واحد لا شريك له وحال معناتها هاي كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي معنى وحوي كلمة نفسها وفقر اسم معنى واسم معنى يعني وكلمة كوضا نفسي إثبات مرك ورديده بالكلية وحن لصبي رب حقا كانت اللصين رب بالكلية إن عدك وطلو دي وأترى هو لا إله وسيلة مركا كذبنا حقي أتكو حصير صوت كو كوبتو ألا كليجي سبحانه وتعالى إثبات كليجي مركا ما ينفع نفي كليجينا لا ينفع لما لو رهدادا نتقدر وحوية توحيد جاوب زحمة حضرتنا على مثلا وحوية إلهي بان عبوني سبحانه وتعالى لكن إلا هذا كليجي كبقوني يلي وحكا لو قدر يلي حصر يجيب إجابة كامل على مركز سيدا درادة وحوية لا زلت مشركا بذلك فالكلمة التوحيدة معنى هذه هي كلمة ما يشوفه قرأي تقريبا اسمعنا ولا شيء مثله ولا شيء شيء مثله ومثله الله لم يدع شيء الله سبحانه وتعالى لم يدع مؤوته كل مدعه انت أصوات المعنى يعني ذاتي فعيد كل مدعه مثله وإله انتو قرب يا له لأوضع الله سبحانه وتعالى أو الله تصرف وذاتي سلأت ما أوتر وحكلون شرين الله سبحانه وتعالى تلمامه سأو كلاسو إلا يالان كرتنا معك إن تلمامه إلهي ولا يوكلاسو مثلا هدام صلاة سوق على نوكلا علمي إلهي وكلا مثلا سوق على نوكلا وتلمان إلهي أولي علمي جيس مركا وشامل وي وحكا قرصون حبيرات مكا تلمان تا إيضا وعلمي الشمولية وصاع إلا ولا تمجد إلهي سبحانه وتعالى خلقي موجود. هالنقطة أقرب الخلق إليه أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الجزيل هالنقطة علمه هو محدود موجود محدود وين مركا إله سبحانه وتعالى وحق لمدة مكرو تلمامي جيسا سيدو كلا تأرق جيسا لمدة مقل جيسا لمدة يعني النرش جيسا لمدة وحق إله كل مدة مكرو سبحانه وتعالى ولا شيء مثله مركا تاسي واحد سوى يساسي إله سبحانه وتعالى أولي يعني واحد دليل كيدو أولي هاي آية القرآن كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وح إله لمنا ما أنتره شيء لمنا مجد وهو السميع البصير
ayada waxa la ilaahaa laba qolo firaq kamid oo waradinaysa waxa waradinaysa nimanka la ilaahdo المشبهة وليها إله سبحانه وتعالى تلمامه سقى مركي سبان كدبنا قال انت كقها الثانين اؤكيتي إله خلقي مثلا واحد أرنيا ربي سبحانه وتعالى مقل بوليه مقل كيسيك أضمد رواد سميد قعن بوليه قعن كيسيك قعن أضمد رواد سميد وكذا يعني علم بوليه علم كيسي علم أضمد رواد سميد يعني خلق جيسا إلهي كشبه سبحانه وتعالى وإكيسيا قليها آيات وردين تعوض إلهي ليس كمثله شيء وح إلهي سبحانه وتعالى لما تالع آما لبدا مؤثره كلمة ذي ساقل مده قلي الله بعد وردين إذا يقول وحويا أن منك لله النفاس المعطلة أن منك يقول الصفات كالديلة أما كيف من هذه الديلين أما كل ذي هو ذي الديلين وإلى هذا معناها إلهي سبحانه وتعالى وح كلمة وملح عن ملها وسيدة وملها من سباب ذاتي هنقضا أو سباب فعلي هنقضا يا سبحانه وتعالى عرش كمئة كان مسوده مقل ملها ما أركو إلى آخره تلما مها سوقن من جاءوا ديرين آيات واردين تغير وإلى سبحانه وتعالى مركو ليس كمثله شيء أي أمرك كتب الحوري وهو السميع البصير مقل يأرك بيوتر مركا مقل كي يأرك دينا وعلى السبي وليه سباك دي دنام الوردين قوليه الصفات يقوى الله متك الضمد قوة وقعتي فين ترين والد وحالي ليس كمثل شيء عليك مع ظهر مركة كلمة ما هي إله إلا الصغف حضناء أن لقعتي فين قوة الضمد اللي شبهين اللي هو مثال ساس أي مركة صغف أي ومذهب أهل السنة والجماعة مركة مذهب السلف وهي صدر رابط وحالي لأن مذهب أهل السنة أهل السنة والجماعة ووسط بين المذاهب في كل مسألة مسألة كستقوى الصرق وأسو خلافان ماذا أنت سلف وواضح هي والصديق معناه واحد واضح دحاء واضح يا رشاد ولا شيء شيء مثل مثله أو يسوع كليتا الله سبحانه وتعالى شيء لم يرى ما أوتره شيء لم يرى إلهي ما أوتره مركل إلي أرن كاسي أما آية داسي قيد تيرهوري ومد قبض حسي ضدك تلمامها إلهي ديري صفات كيسي ديري مية صنيبة كاحي قاربة مية صنيبة أوبي يعني واحد دمعين او الربين ان اله سبحانه وتعالى واحد او واحد شنو قل اجيدان هذه مركة اي واحد كبنا لتشوف هاء هذه اله اتلمان او سبتان امو خلقه سواء كذا موتين شوف هلا ايه وكعر يا مركة واحد الى هذا الرب سبحانه وتعالى واحد كلمة وموال الهواء مركة نية صليبة او بيش نية حبكة واهينة نية صليبة او بيش لكن نية صليبة مرفر بغل كبسة عليك نية صليبة مرفر بغل خلق بكل جني وأن يصر هكليته تحكم اللغوان السيد مركة إلهي سبحانه مركة نية صميمة أودي نية حبكة وأهينة نية صميمة أودي لكن نية صميمة مرفر بغل كبسة عليه نية صميمة مرفر بغل خلق بكل جني وأن يصر هكليته تحكم اللغوان السيد مركة إلهي سبحانه أما شيء إنه يهي شيء معقول أهو عقل وصوريك لو أنا مركة هشو متكبلة وحضبها هذا المركة كلمة دي عبير لها معناها إسايا أنا بروح أوشف مثلا مركة بروح أكتر على فرس أو كلمة فرس فرس ما دوني سأنا بصرح فرس كلمة كملوي إنه سي يقاني أو يقاني فرس وحينا وحضبها هذا كلية إلى مركة على هذا سي يقاني حيوان كآسا قالوا مقعنوا لي كلمة دا فرس لينا دولي طيب حديك لا تصيب شيء محسوس أو مغمى هو شيء معنوي أو عقلي أوي سينك أو كلام لا أعرف طبعا لكن هو شيء عقلي وتصوري كروي ما دام عقلي وتصوري كروي وحال لا رهي سينك شيء قاس استقع إنه إذا يتلمامها لك يعني مقع سولي ما دعي كريم أبرطابة بعد حديك شيء مدنا بجد لولا منه أسرهين وشيء غير يؤيا هو مقن أويا عقلي ما سوري سينك روح waxa ay kulan soo dareemay sanad lagu ma dareemin karo waxa u baahan tahay shaygi shay meel uu ay tahay igdin inaad ruuxa wax ku baahdo shay meel uu ay tahay igdin magarad yaani shaygu waa shay maqan wa ina tiraa marka shaygaasi wuxuu ugu egyahay shay hebel buuwan oo cid ah shay hebel ayu egey qaabkaas u sameeyeen ama isku wada midha ahaado ama jiziye kamila hay ka waafaqsanaa ilaahi subhanahu wa ta'ala marka baatadiisu waa qayb تلمامه سنوى غيب
عقل ابن آدم كان لو مكور ترى يعني دريمياشي سوا ما أي دريم كران ما تعبان كران لو مكور ترى عقل يعني سيدا درادد الله سبحانه وتعالى سوء نوصه انسيه ايه وحا مركا لينوه شبهي او كليتو لينوه اكيشيه تلمامه خلقه هو معناها جزئية اشكشبهان مال كامل ايساقين ناس ايساقين بيجيين وحا ويان ومجرد مقع عاصي ايساقين مقع ايو وداء كان اله مركا لدونا ايه لينا فانسيه انو عالمي هاي وعلمي ليه مركا لدونا ايه لينا فانسيه شيء او غائب او مقيه هاي علمي مركا لنا اله علمي بوليه هاي فهمي انه وحا ادك دي او بوهر ريان علمي مخلوق صمع ان قانيبه فهمي انه ادك دي مركا علمي مخلوق علمي اله سبحانه وتعالى مقع امبي ولاغان لكن ما هي بدي حقيقة ذوات القدسين فإلهي نواقوني كمخلوق نواقوني لكن لو وضعنا علم عالمنا ولا ذا كان عالم ولا ذا كان رحيم ولا ذا كان رحيم ولا ذا كان حي ولا لا كان حي ولا لكن حياته ذات مدمع سيداس يشوف هذا كله اللي سوى إني ممكن نفاده إيه مركة أي جيران صفات أي جيران أو مركة أقول رسيبة قلبي ولا وحا كسا ورمتي صفاتي خلقك إيه يقاني حياته سوى كيف خلقه ما ليقانا سادة رادة بواحدة إله يعني واحد وي عالم معه أو جاهل معه أو كر مكره أو هوس مكره أو سميع معه أو بصير معه نجي ذيك ندالة وكذا وحي كعر ريال إنسا إلى إله إله تنسيان وحي موجودات إلى مخلوقات في دينه ذيك تنسيان مركزة وحي كل عن مده كعر ريال مده كدرة شركة وين بيقول لحي وحي كل عن إله 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 تنسيان معدومات وحي نكرم بأ وكذا يعني إله سبحانه وتعالى إنه كشبهان وحن معدوبان وانكرم بمحايا لي كونك عقل يقول ما التصور كرم ما نسيرت وحن في المال هاي وحن في المال هاي الموتر وحن في المال معناه وحن في نوم وحن في المال هاي المركة إله أؤي كيسيان في هرا بدان تيبا وحكرا إن لو أؤي كيسيو أيا بدان الحي وكذا مركة هل كاسا يقول عن سادة رادة بوحد عليها شكل سنة مثين إن قيمة وضوضاء لمجة مشبه هذا اللي لعنى إلهي خلقه سؤية كيسية يعبدون صنما بيننا صنما يعبدون يعني مركة إلهي سبحانه وتعالى خلقه سؤية كيسية يعني كأنهم يعبدون صنما قول هذا المفادة إلهي تلمامه بل أجدين يعبدون عدما بيننا واحد جرين بيبع عبد يامده هو كذا واحد عالم كسرين وان كورسين وان لحتوين وواحد جرين ويمعناه مركة إله أن ترين به عبودا يا ساس أورنا يا مان ولا شيء مثله يعني شوف هذا كنوع عصو كل سوء عقل يدي وصوت في باله أي كل إله سبحانه وتعالى في المامي زين جدا ما ولا شيء شيء مثله شيء شيء يعجز إله عجز كل إله سبحانه وتعالى نتيجة صفات كورنا لو ذديه هي قيب كم إذا إلا دي ذا وقت كمية مثلا أشاعرة وكلاتية ما تريد ديه وكلات وحتى هيك دسين معتزلة معتزلة بالكلية صفات كورنا الموضوع أسماء لكن أقولي لكن أشاعر ما تريد يده أسماء صفات قيب قيب أقوليهم قيب لما أقلا مذهب كونه على قطعي أضعف المذاهب حتى معتزلة مذهبان كي يقوزين ليس أيضا مركة إلى كحب محايا ليس قاعدة ذو قاعدة مضطردة قاعدة أنشبه نور وحد إله سبحانه وتعالى تلمان أولية مثل وليه أن لا كواك لقادة مركة إلى محايا تلمامهم كسكتين هو أن أكد يدين واحد إلى هنا عقل إذا وحي كسكي هو أن إني معناه واحد وهي عن صفات الكمالهم هو كاتا ادمين ان صفه النقص طيب الهي حياته هو قشين ما ها ويما وهو قال حياته ده هو قشين ابو مره حياته ما لو صفيا او ما لا يراد خلق الهي هذا عبد الحي ما لا يراد ها وي ولد طيب حياته دي أب يعني وحي الله اسكتين يا ميدن تداك ادون كله ما هو دخي قصد وحي قصد ان لا ليست الحياه كالحياه ما له اله الا الله يعني نلاش عظم الله سبحانه طيب مركا إله سبحانه وتعالى مركا دبقة أديدين وعرضة أديدين ما سيرا سوكلا نهلانو آتر هذان عرض يسو عرض خلق الله بدما قائل ده مساء قد يسان محا إدرافة يعني ساد رادة إدربوا إدربوا وحكروا لي لهذا إلهي باتد يسو صفاتك باتد الرعان صفاتك باتد الرعان يعني واحد لهذا الكلام في الصفات كالكلام في الذات وقاعدوا ذات ذا صفات كمركة لها اللي ذاتي ترعتم سيدو كان واحد لله ذا ويدنا قاعدة الله بهذا الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر صفات قيب كما مركة لها اللي قيسة كليتنا وعلمين هل قاعدة أمي ورمانيا لكن واحد يبقى يقول لي هذا مشي تمام نعتزلنا صادر هذا وحيكو قصبين أشاعرنا
وحي يعني وحوي كتب دين وحي له ورب أما نمنكاس راع نمنكاس راع وح الله صور نصوره أما أنا من راع نصور راع لكن ده حاسه وأم كلهم تنبله ولو أجعله إليهم كنت فضل بدل إليهم والله هو معتزلة آد أو رديان معك ولا شيء سيمكره شيء سيعجزه ألا عاجز قلني شيء إله سبحانه وتعالى عاجز قلني ما أمكره وحر إله شيء نوع عاجز قلني لكمال قدرته وعلمه علمه سيء أودي سأياء كاملة نقص شهوية رأسي أوتو كتر سادر هذا أول معلك كما بحسن قرأت علمي لآن يجهل إنه كفك له أو كطلنته أما خيامنا عدناك كما فكنك سادر هذا لكمال قدرته وعلمه أي إله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء شيء ما عاجز قلني يا رب سبحانه وتعالى سيد إله سبحانه وتعالى قرآن كأقول وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا لما قلت المامود كان يأنه يعني وحوي ونقض الله سبحانه وتعالى سينقل مثل عجل وحوي إنه كان عليما قديرا يعني لكمال علمه ولكمال قدرته أيا كان يأنه سنحين عجل من رب سبحانه وتعالى ولا إله مثل عابداي غيره أو إستقى أهنا حق حق مسنعني يعني مثل أن إستقى أهين إذا الذي سحق معها وتوحيد الألوهية هوي وحك لا العبد أولا فادل إلى ذلك كلمة التوحيد تمرك لعرابي أما لدون إلا شرحه ولا إله غيره إلا كلمة التوحيد هي ولا إله غيره خبر كذا حق إلا قدره ولا إله في الوجود غيره إذا متكلمين في القدرين يا شاعر ضي صوفي ذي ولا نفجعه بحي لي وحي كهر إيمانيسا إلى كتاب كيسي كهر إيمانيسا هو كده واقع أنا وكهر إيمانيسا إلهية فربضان وإله غير كلا عبودات إلى صمع مركع بيئة رأى ولا إله في الوجود إله مثل عابد مكرة كون كما مكرة غير أن يستقع هين معناها سي معناها لو لكي دمع إلهية فربضان وإله عابد مكرة لكن إلهية ذا العابد كل من إلى دور ذو باطل إلهي سبحانه وتعالى اللهنا عباده سوى حق انت قد حسن ذلك صدر عدد إلا قدروه ولا إله غيره حق مثل عابده ونستقى أهين حق ما عباده سوى باطل ساسين قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيت قديم ويا الله سبحانه وتعالى في المامين سوى قلها قديم مثله الرئيوي بلا ابتداء بلا بدلان بلا وسلان معنى فهو ميلا كسر بلا بنين إله الرئيس سبحانه وتعالى دائم مثل كري دونه ومستقبلنا بلا انتهاء دما شلان فبسبحانه وتعالى وحي كري ميلا كسر بلودين مثل رب سبحانه وتعالى مخلوقات لكن ميلا كسر بلودين كل قوت وحصو مرتي كري بلان أيضا كريم أي قدال لقاه الكريم لكن كريتانك إله سبحانه وتعالى وصفة ذاتية أولي سيدو كليتو مخلوقاتك ويبابئي دونان كلجي بطهاني هذا معنى لولتي ذا جملة عيدة يعني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على اعتراضي مخلوقات إله سبحانه وتعالى أو تيري دوناتك سيدو قرآن شهيش سيدو تنظر إيه نارتا يمرنا ما دونات وكيني دونا مثل ذا إيه مركا سيرتانك مستقبلها إله سبحانه وتعالى قولوا وحلقاته هذه أن سيرتانك في المستقبل لما انشهى لهين وصفة ذاتية أولي صفة ذاتية سؤالنا لهم لكن إيهو هو سيري دونها يعني سيرتانك وذاك إلهي ذاك كسبه سبحانه وتعالى إلهي بسيه معنا إلهي بسيه قرطو دونه وكاقه ذكرى ربي سبحانه وتعالى صفة ذاتية مركب ماءها صفة ذاتية ماء إياها قديمك مركب سلمانتا إياها إله سبحانه وتعالى أسماء دي سبحانه كمدمع قديم كليت يعني وحويا أسماء الحسنى كمدمع وحين أغمد أهين بدل كيدا وحاو أدب سديق قرآنك وإله ما عليه سورة رسل وقدري الأول هو تدا الأول بدل القديم معناها أسانا كفيعا وغمد أهين وحويا قديم كوحل لنا شيء هري لكن أسور تقلصة إن له هري سيدي الله سبحانه وتعالى أولي مركو كهل ليضيح حكلك حتى عاد كالعرجون القديم حتى عاد كالعرجون القديم يعني ضيح إيه إلا أوكذن وقضي سيدي لانتي هرأ أكل
نبتدي اللي انتي وراءه قلتي معناه وحويان اسوه ريكي مركا وانا جهري شيء اللي جهري يشيء اللي جهري نبقى قديم والي لانا لكن اول ايضه هديل الى هذا تلمانتا ايضه شيء عن شيء كهري من اي قصة مركا يعني مدى القرآن كو عديك تدا ايها كوانا اشان ساد رادد معناها اول قطوصة يشيء سوا فقام بشيكو حقور رأي قديم بلا ابتداء يعني وواه الرئي أصول بالله بشلهي أصول معناه واحد ولا جهر رينو أصول جهر رينو مرك مين هذا ما هو قدري أي معناه استميت معنا القنيان يعني أول ك إلى سبحانه وتعالى أو كل شيء كبرك دائما بلا انتهاء يعني دائما بلا انتهاء أيضا واحد ويان الله سبحانه وتعالى ما أورد ماله يعني مستقبلا وفي شريدونا وتلمام رب سبحانه وتعالى أولي لا يفنى ما أورد ماله ولا يبيد ما نكترمه لا يفنى ولا يبيد يعني وحسيت تأكيدين يتاؤل دائما بالانتهاء دائما بالنسكرة يوين ونرمانين لا يفنى ولا يبيد لو هذا كلمة يفنى يبيد واش معنى دوي معنى وحوي الله سبحانه وتعالى مرد ماذا يولي جواتير دون سبحانه وتعالى ولا يكون ما هذا إلا ما يريد وحو دون يمياني وحو ألا دون سبحانه وتعالى مياني وحك ليتو ما هذا يعني إرادة ديسة إيه إله وحو دون أمبا كسعون يكون كان وحك ليتو حسن دون إنما سعوني ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وحو سندون ما هذا وحو دون نواء هذا وحلو ردنا يا أوكل الجملة أقول ردنا يا شيخ ننك إلى دم اعتزل هذا هي قدر يدا أي كور دينه محايا لوحي أمن سيهين إن إله سبحانه وتعالى خيرك أبوره يسوغل أودونه لكن شرك شيطانك أبوره وكذا قال لماذا روح قالك أبا أبوره أبونك إستجع فعل إيا إله وحو دونه أمبا كسعون يكون كان وحكا لتوحو سندوني إنما سعوني ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وحو سندون ما أهاو وحو دون نواء هذا وحلو ردنا يا أوكل الجملة لا أقول ردنا يا شيخ ننك إلى دم اعتزل هذا هي قدر يدا أي أقول ردنا محايا لوحي أمن سيهين إن إله سبحانه وتعالى خيرك أبوره يسوغل أودونه لكن شرك شيطانك أبوره وكذا قال لماذا روح قالك أبا أبوره أبونك إستجع فعل أقيد ودوه وحل لها إرادة كونية هي إرادة شرعية لغية إرادة كونية ده واحد وامد مشيئة إلهي قطع اللغضة إيه إلهي سبحانه وتعالى كون كان إستجع أبوري إنو أبور منا أستجع دوني شر كيزة هي خير كيزة هي كفر ده هي إيمانك هي كافرك هي مؤمنك وحك السؤو كثيرة الله سبحانه وتعالى إرادة إستجع دوني أستجع أنا أبوري أحيكي حدوثا دونينا مع هذا تاسيوا إرادة كونية إرادة كونية عمرك الله مصع طوحا لسعن يعني وحويان إنه إله الرال لكيها أو تعليه كما دلني كما دلني إله إنه تعليه أو الرال لكيها مثلا كفر قوكلت الله أبورا كفر قال الله أبورا سبحانه وتعالى لكن هذا الرال لكما رال لكما محايا لو الرال لقل قوها إلي حكمة يعلمها حكمة إله سبحانه وتعالى وقوبها درادة وكذا يصر رال لقاهين هو أبورا يهدوس الرال لكاهين حكمة إله سبحانه وتعالى أبيها وأنه هذا العقوش من إذا جاري كده لكن إرادة الشرعي وحويان وحلصعة إلهي ودوري ولا أهيسي إسلامر كان الرالي بكي كده إيمانك إيو خيرك إيو يعني مأموراتك إيو وحيالها صلى الله ودوري سبحانه وتعالى إلهي بعدنا هو قدري إسلامر كان الرالي بكي هاي أو سعيني الرب سبحانه وتعالى إرادة كونية إرادة شرعية أيها لك الإله هذا انت بالنصوص بكتوزين مده رأوك لا تنصوص لها حكم إذا مده كونية ده فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه يصعد في السماء يعني وإرادة كونية مده مرة واحد حكم إذا أدل لدي ده يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى وإرادة شرعية يعني وحوي تفاصيل هذا فربنا أي لدي إرادة ده وانا مسألة القضاء والقدر ليلة هذا ومسائشة فرق بكوكا لتجنى لسكوكا لفمسائشة أقوها وين بكتبها كتابة اللي قال لي فواحة أوصي عن كتابك أولي هاي يعني وحويان ابن قيم الجوزي انت بدأ لكن مسألة انت اعتمرك اللي قال لعلود العلاجين يعني فهم كده أدبو أكهلا أدبو أكهلا يعني كلمات حتى يدي السنة وكلمات الفلاسفة يعني من كان متكلمين تأيكور الدينية مركة أرضي يعني مبتدئة
فهمك وفهماء أو معناها كلا صباح أو كلا صباح مقصودك وإسكابك عند ضرماء. لا تبلغه الأوهام يا كتاب راح للعلاء شفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر وما أستاذ ما يعني دمانك. لا تبلغه مجاله الأوهام اسم السين لك الله مجاله سبحانه وتعالى اسم السين إله مجاله ولا تدركه مكوف الأفهام فهم يالكنا مكوفا وحلو لك إذا جملنا هنا ملال إلهي هذا اسكب إذا إنا بملايته أو ملالك أغاته ما أكوكو بك صفات كيسية تلمانه في الذات ليسة ملال ملال اسم السيس إيا خيالات لقوم أغان كرام مجاري كرام عقلي ابن آدم كو أرنكا إستقى باب أغراعي كرام باب أغني كرام هبا يراتي معه صدمنا واحد ولا تدركوا الأفهام فهم يالكوا مكهوبا سيد الله يقول سبحانه وتعالى لا تدركوا الأبصار مكهوبا وهو يدرك الأبصار إدراك واحد لو نشد بمعنى الإحاطة شيء مركز كوتو ودنعيه سوء من أرأتو أما أكون فهمتو وجزئي عيسان كان مغنين أي إدراك الإلهي سيد عبد الهديث ولم يتد مرنا إنه شيخ الدين يو إن الله سبحانه وتعالى لا أرك دونه آية القرآن كان قصة كذا سبحان الله لكن معتزلة هذا اللي شذيو وعود لسان إله إن الله أرك دون آخر يا الدنيا من نبا ساسد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ما تأهش له إدراك الآية دو أجيل سواح ويان وإحاطة دول ما كو بكرام لكن والله أرك يا سيد حديث سيئة آيات القرآن كلا تكسوغان آخر ما كلا تكسوغان ولا يشبه الله مشبه سبحانه وتعالى أمئك الأنام خلق جيس أمئك الله سبحانه وتعالى خلق جيس مشبهه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله الله سبحانه وتعالى ما أشبهه يعني وحو هل كان كل دين أنمكي مشبه لها مقاتل من سليمان رجيسي كلا يكدم به يا الله سبحانه وتعالى خلق جيس أؤكيسي تلمامها إلى سبحانه وتعالى وقياس تعطي تلمامها مخلوقات كيسة وليها تشبهها ولا يشبه الأنام خلق مشبه رب سبحانه وتعالى وحايدنا فرارسين مدن المشبهة والمجسمة هذا كو أركان كتبت أهل الفرق كتبت أهل الفرق هذا كو أركان وحي أولئتنا بذلك الصفات كالسوغة صفات كالبذلك الصفات أي مشبهة إيو مجسمة إيو حشوية إيو ما رحي اسمنا حتى سوى ذلك موجودة كتبت الفرق أمرك هذا كو أركان كتبت أهل السنة على هين هذا المشبهة والمجسمة كو أركان والحشوية هذا كو أركان أهل السنة والجماعة أولئتنا سلفة أولئتنا بذلك الصفات كالسوغة أولئتنا لكن كتبت على السنة هذا مشبهة قرته وقوة المامها إلهي سبحانه وتعالى خلق جت المامه وقياس تاسئ وقياسيه مثلا سنة وكفر مثلا سنة كفر بيتين تاس إذا معنا رحوا إنه علم الحمار يغير في سلف كسوة فقصينهم يعني من شبه الله بخلقه فقد كفر نك إلى خلق جت وقياسيه وقالوا ذي ومن أنكر ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله فقد كفر وحو إلهي سكت المامي أما النبي سكت المامي نيكي ديدنا وقالوا ذي وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله يعني تشبيه وحو إلهي سكت المامي أما رسول كيف سكت المامينا يعني ما يلغى أغمئك إلهي سبحانه وتعالى خلقي سمي الله أغمئك هذا الكاسي نعيم الحمال أيو كسو جنيا هاي أو أي مجي سلف تكمل حي لا يموت وحو قد قال هذا مركا ما دام أوسوي لإلهي مشبه خلقي سعيدنا أغمئك وكذا إذن أمئك مرة دير أو معنى واحد ما شبهه يعني وحي هذا بلا مركز تلمامها إلى سبحانه وتعالى هي خلقه سكوك لك الدين حي ويا الله متي نول أو لا يموت أن بمن يمين يعني نلوشي سوى مت دائما قيوم ويا الله سبحانه وتعالى متي تاجا أو لا ينام أنصحني حي ونلوشي فرقنا تقريبا وسلوك قلين إلى سبحانه وتعالى إنه حي هي لا يموت مرن فوقه نلش إله سبحانه وتعالى تخلقه وحي تيجد سنته وامد ولا يكثير دونته لكن ابن آدم كان نلش يسحب بلاد واكل تجن سمع مرت واكل تجن يعني كان حي بلاد لا كان حي بلاد إلى وقت ما خلقه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي خلق جيسة إله سبحانه وتعالى حياته وقت المامي سونا حياته وقت المامي لا ولا حياته ما تكلم مرة عكلية ولا قال إلا كن واحد ويان كن هجودية حقيقة دي كيف يدود اسمين معه وقاب معه تلمامه من قاعدة دا سالة ولا مريني تلمامه هو قاعدة دا سالة ولا مريني حي ولا يموت يعني واحد وقف وافق سنتهي هذا الكي إمام مالك الكيف معلوم
يعني وحويا وحوي يعني وحويا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني استوه ولا يقنع وكلمة عربية وحنا لا أصل كذا شيء شيء ككر نقضي هذا يصير هذا كيف استوى سب وكر نقضينا وشيء لا أقول ما حيل الذاتي إلهي هذا أن أقول كلمان في سنة ورعتم ما نقانه قاب كيف أنا أقول لكن معناه ما نقانه إلا الرمية أو الرمية إلى إلى عرش جيس كسر رينا وواجب إلا زويد ويدي الله سيدة فقالنا وهذا في دعاية كده ثلاثة صفات كل والقاعدة إمام مالك أو معناه وحوه يكبح عليه الصحابة يتابعين في كوره أي الله ورمرنا يا حي لا يموت قيوم ويا لا ينام قيوم كوحل إلى هو القائم بذاته ميت يسوي قارهان في سؤتهاين عد مكومة إرسنا عد إلهي سبحانه وتعالى إستاج سوت إنو إستاجو وبسوا بنغطينا مأزي مخلوقات في إنت كسو هذا إلهي سبحانه إن الله إنت كسو هذا هنا مالك لهم كتيرين كوره أهو معناه تعالى ما إلهي كتير إنت قلت أما خلق لكم تيرسين هاي عديك إلهي بكوة تيرسينهم إلهي بان أوصوا بنقضي إني كيران أو أهادان قائم بذاته مرك قيوم لا ينام لا ينام ذو وحي كينيسا كمال لماذا إلهي قيوم يديك يعني وحوي اللحظة من اللحظات إلهي سبحانه وتعالى قيوم يدك كما أوزوله وحكى له قيوم لماذا يدن وكتوسيسا ربي سبحانه وتعالى غير في إساقة أهيكية إساقة تاقة وخلقك إساقة الله سبحانه وتعالى تاقة اذكر التذاكر تنمت وحكله كتوسيسا هو القائم والحافظ على الخلق اسيا خلقي او تاغن او ماموله او حفظي ربي سبحانه وتعالى اذكر التوصيه تمام كرتنمت كلمه قيوم لا انت صد ما جوجد كلي ساد رد بعض العلم عليهم قيومك واسم الله الاعظم قربة اذني اسم الله الاعظم بلي دور من القران كم يروى كوسا اروتي قيوم كايدا خالق وهي الله سبحانه وتعالى متي وحبور بلا حاجه باه الان يعني وحا قاعدة وحا كده إنا فاندعنا بان يدنا سيدة يدبا سلفكو أما قاعدة كتابك إيا السنة وحويان نفي مجمل أه إثبات مفصل أه نفي مجمل أه إثبات مفصل أه معنى هذا وحوي سيدة إلهي تلمامها الله سغيائي صفة فاهسن أو دير دير بالله سغيائي إلهي تلمان تاسولي هاي تلمان تاسولي عالم وي حي وي قادر وي سميع وي بصير وي يعني وافر بلانته تفصيل أربع كتير مركة تلمانها إلهي سبحانه مركة أنفين يعني ومجمل أوي كوبان تايو يعني وحويان ما لا يرير القرآن كم إذا أبو النفي كتو أروري سيدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا له يعني وكوبان تايو نفي سواليبا كمال بو لازم تنين كمال بو لازم تنين لكن فرقة هي ضدك أهل باطلك عكس القاعدة بيقادنه أي قاعدة الوحويان النفي المفصل والإثبات المجمل مثلا الوحي يقول إلهي حي وقادر وهي إمتى صلى الله عليه وسلم مركي باب النفي لو يمد وحي ليس سميعا ولا بصيرا مجدا ولا يعني وحوي وليس في داخل العالم ولا في خارجه وليس بجوهر ولا عرض إلى آخر مرة نفي انتهي كلاب دبقلان أي واحد أسوى الربيان بيتك أي مرة النفي ولا فاهسا إثبات صدر ومجمل وأهل السنة والجماعة على العكس سيدا سيدا قاعدة معنا إيه لفظ هذا إن أبدا ربها يخالق الله متي وحبورا ويذيل حاجة باهي الآن أصلا ربها خلقه في الله وحبورا رازق المتي وحرزاقه بلا مؤنة مشقلة أنت تصور لباطون نبو الله سبحانه وتعالى خلقه زي إرزاقه يعني وحويان الله سبحانه وتعالى مركو وحبورا وما بهنا أبورك إسايا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا نفسي لا يورت سبحانه وتعالى لكن ما بهنا سيدو الله سبحانه وتعالى ويقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وإن انككف وما هي حديث يا أبو ذر مسلم وريني يعني وحويان لو أن أولكم وآخركم إلى آخر الحديث مالك مميت رازق بلا مؤانة مركو إلهي إرزاق يؤدو مليس ومصروف ينا كما دبعتون صور واحد ما كلا كل إلهي إرزاق سبحانه وتعالى مميت ميت يدلو يا الله سبحانه وتعالى بلا مخافة عبسنا أنت أصور أعف أن الدليمين حصيء كقبر أما مركو دليا أن ضد بكاع سن أما لا يجد بي مادا وأرمت الوقوق بصلاة أن معناها كاع سن بأل بلا سبحانه وتعالى وزيلا لا يسأل معاه لا يسأل عما يفعل لا يسأل عن
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثمان لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني إله سبحانه وتعالى وحق وصمين يقول لما ويديهم لا معقب لحكمه اتكذب ذيك التنمائج لكن الضمضة يعنك استوكسوا هذا الله سبحانه وتعالى سئل في سوحة سمين لغدا وتقصبه بلا مخافة عبسين أنتر باعثه يا الله سبحانه وتعالى مثل صوصارية وأدومة دي سصوت بحين دونا بلا مشقة يعني وحويان مبلا أنتر يعني وحو صوصاري دونا أدومة ودبو سوحين دونا أصوى كل بعث ولم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله سبحانه وتعالى أحمد عليه وأحملكم مدى لكم أنا بباطوله سي مركو دونا إنه أبو رنا كل أنبو أرنا يا برقى والشعاني قاب كيلان سبحانه وتعالى أرمي أيوه أهانيا كتابكم مركو وحويان يعني وعلى كسان وجمل هذا الجملة كالسواحي مثليسة قاعدة مثليسة يعني وحوي معتقة أهل السنة والجماعة أنا مجمل كودي أيو دوني كتاب مكاتا سوى نما معناه وحوي هل فرد الوضع ما يترو أيو دوني معناه إنه شيخ قصصهم سعد رابد واحد وبهنا إذا جملة كسبة إن وحولا لا يردون كأن هذا فالمقصود كذا إيه وليها أقول الدين إيه إلا تعطى أيو بهنا إن شاء الله تعالى يعني صبت إذا أحد يو ساكر كليته خميسة أيو إن شاء الله تعالى كتابه إنه أهان دونا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. سعد رابد واحد وبهنا إذا جملة كسبة إن وحولا لا يردون كأن هذا فالمقصود كذا إيه وليها أقول الدين إيه إلا تعطى أيو بهنا إن شاء الله تعالى يعني صبت إذا أحد يو ساكر كليته خميسة أي إن شاء الله تعالى كتابه إنه أهان دونا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.